السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية مع العناوين. الجزائر التي لا تقهر، عنوان عريض لمسار الإصلاح الشامل للجزائر الجديدة، بقوة هادئة تقف صامدة في وجه المحبطين من قوى الشر وزارعي الياس. في اليوم 17 من الحملة الانتخابية، تجمعات شعبية ولقاءات جوارية متواصلة عبر الوطن لعرض برامج المترشحين وكسب ثقة الناخبين. ونتابع من أضرار تجارب ناجحة في إنتاج المستلزمات المدرسية في استثمارات للأسر المنتجة، وبأم البواقي إتمام عملية توزيع الكتب المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل. وجهة جالما السياحية تتعزز بدخول فندق مرمورة حيز الخدمة قريبا، وشاطئ قرصو ببومرداس مقصد العائلات في موسم الاصطياف. نسيمة صيفي تهدي الجزائر أول ميدالية ذهبية في الألعاب البارالمبية بباريس، وتحطم الرقم القياسي البارالمبي في اختصاص رمي القرص سيدات. البداية بملف رئاسية 7 سبتمبر المقبل، حيث تتواصل الحملة الانتخابية في يومها 17 على التوالي بتنشيط المترشحين وممثليهم لعدة تجمعات شعبية ولقاءات جوارية لعرض وشرح برامجهم الانتخابية. نشط إبراهيم مراد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون تجمعات شعبية ولقاءات جوارية في كل من ولايتي الصيف وبيجاية. المتابعة لأحمد خير الدين. من بجاية وأمام جمع من المواطنين، أشاد إبراهيم الراد مدير حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون بالاستعداد الكبير لساكنة الولاية في إنجاح الانتخابات الرئاسية. البعض من الإخوان رغم كلهم استعداد، رغم عاشوا ما لم يكن يعيشونه من قبل، وأنا سمعت لنا مثل الحماس نسيناه. ربما انتخابات كانت تنظم ولكن ما كانوش يشاركوا فيها باعتبار لظروف. الظروف هذه اليوم احنا ماذا بينا ما نزلوش نتكلموا عليها مطلق. الحمد لله اليوم بجاية أقب وتيزي وزو كل المناطق هذه راهي رجعت كما كل الجزائر، نظموا فيها انتخابات ونشاركوا فيها ونديروا فيها حملات، ولكن هذا كان ممكن فبفضل الرجال والنساء تاع كل هذه المنطقة، بفضل النضال تاعهم، بفضل إيمانهم بالجزائر بقدراتها. براد وخلال جولة في عاصمة الولاية وبالسوق الأسبوعي لأقب عقد عدة لقاءات جوارية مع المواطنين. إما جيت اليوم ترحبنا لازم تولي وكاع يجي وكاع، ماشي غير انت يجي نعاود ونرجع ان شاء الله. تقول مرحبا به لهنايا الأقب، حبينا يولي ولاية أقب، مرحبا بكم أقب، ماشي خطرة برك، ألف خطرات. أنا عندي 40 سنة في حياتي في عمري جامي شفت مينيستر ولا بريزيدون قدامي، سي لا بروميير فوا 40 سنة في عمري. إن شاء الله يا ربي كل يوم نلقاو نتلاقاو معاه هكذا في الطريق. ومن سطيف عدد مراد انجازات المترشح الحر عبد المجيد تبون التي وضعت الجزائر في السكة الصحيحة. اليوم وقد حقق ما حقق رغم الظروف جد صعبة في مأمورية في عهدة قل بكثير من 5 سنوات التي انتخب فيها، إنما رغم كل الصعوبات رجع الثقة أساسا من خلال إنجازاته، رجع الثقة ما بين المواطن وما بين المسؤولين. أرانا نشوف هذا الالتحام وراءه وهذا الابتهاج وهذا الحضور، كل هذا باش يكون ما كان يكون لو كان ما شافوش الراجل المخلص وذي نية صادقة. ومن أجل جزائر منتصرة تواصل حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون عرض برنامجها على المواطنين.
مرشح حركة مجتمع سلم عبد العالي حسن الشريف نشط تجمعا شعبيا بولاية توغرت تابعه سهيل بن دانية. ذكر عبد العالي حسن الشريف خلال تجمعه الشعبي بتوغرت بأهم تعهداته أمام الجزائريين، تعهدات شرحها في برنامجه الانتخابي ويقوم على تحقيق التنمية الشاملة، وتعهدات خاصة بولاية الجنوب في شتى المجالات. هذه الولاية مثال نموذج، هذه الولاية فيها إمكانيات كبيرة، هذه ولاية فلاحية، وهذه ولاية فيها الطاقة، وهذه ولاية فيها الماء، وهذه ولاية فيها ثروة بشرية، وهذه ولاية تحتاج إلى عناصر الاستقرار التنموي، هذه الولاية تحتاج إلى هياكل قاعدية وإلى طرقات وإلى حركة تاع نقل كبيرة توفر للسكان حرية وسهولة التنقل من الشمال إلى الجنوب، وهذه الولاية تحتاج إلى استثمارات توفر مناصب شغل لشبابنا وشاباتنا. هذه الولاية تحتاج أننا نشجع أبنائنا الشباب على إيجاد مؤسسات، وعلى أننا نشجع الاستثمارات اللي راهي موجودة، لأن هذه الولاية راهي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الآجر، ولاية رقم واحد في إنتاج الآجر لما فيها من مناجم اللي فيها الطين وفيها الكلس وفيها المواد اللي نصنعوا منها الآجر، فبالتالي هي تحت المرتبة الأولى. ولكن هذه الولاية تحتاج إلى أن نشجع الاستثمار، كاين أربع مناطق صناعية وأربع مناطق ناشطات في هذه الولاية، ولكنها لا تشهد تنمية حقيقية ولا تشهد يعني تأهيل حقيقي اللي تجلب المستثمرين اللي بإمكانهم أنهم يوفروا مناصب شغل لأبنائنا وبناتنا. إخواني أخواتي، إحنا لما ترشحنا لهذه الانتخابات الرئاسية أردنا أن نقدم للجزائريين والجزائريات برنامج متكامل، برنامج فيه 62 تعهد تبركا بتاريخ الاستقلال. ولذلك يا إخواني الأفاضل، إحنا لما قدرنا أننا أمام مسؤولية تاريخية، أمام واجب وطني، أمام ضرورة الإدلاء بموقفنا والمشاركة في هذه الانتخابات، لأننا نحمل مشروعا للجزائريين والجزائريات عنوناه بالفرصة. لماذا يا إخواني؟ لأننا لا نريد أن تضيع الفرصة على الجزائر والجزائريين. كما اعتبر مترشح حركة مجتمع السلم أن الرئاسيات السابع من سبتمبر هي انتخابات مفصلية تلتقي فيها مصالح كل الجزائريين، ودعا الحضور إلى تزكية برنامج فرصة بالتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع. أما مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش فقد نشط لقاء جواريا بولاية عنابة تابعه عمر طبالة. الأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية قال بساحة الثورة بعنابة أن برنامجه يلبي تطلعات الشعب وخاصة الفئات الهشة منه، مضيفا بأنه سيتكفل بمشكل السكن والبطالة. نتشارك مع أهل هذه المدينة والولاية رؤيتنا للمستقبل، رؤيتنا للغد فيما يخص مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية. تشاركنا مع سكان هذه المنطقة على العديد من الأفكار التي تخص خاصة الجوانب الاجتماعية وكيفية التحسين من ظروفهم المعيشية والتكفل بمطالبهم واحتياجاتهم، خاصة ملف السكن الذي يعد من بين الملفات الكبرى التي تؤرق الكثير من العائلات في هذه الولاية. نفس الشيء لملف السكن وملف القدرة الشرائية. نحن نحمل رؤية صادقة، رؤية جديدة، رؤية مغايرة تأتي بحلول جذرية وبحلول واقعية ل يعني باش نلبيو كل طلبات مواطنينا، لمدوا لهم الفرصة باش يعيشوا في أمن وطمأنينة وفي كرامة إن شاء الله. لقينا أنه هناك تناغم كبير بين طرحنا وبين برنامجنا الرئاسي، رؤية وطموحاتهم وأمالهم، لأنه هذا شيء طبيعي، لأنه هذا المشروع مستمد من طموح وأمال الجزائريات والجزائريين، خاصة الطبقات الشعبية اللي حبينا نرجعوا لهم
الاعتبار، وهذا ما يتأتاش إلا بتجندهم وتعبئتهم ومشاركتهم القوية يوم 7 سبتمبر لصالح مشروع التغيير، لصالح مرشح الشباب، لصالح مرشح الطبقات الشعبية، مرشح القدرة الشرائية وتحسين الظروف المجتمع الاجتماعية للمواطن، ومشروع اللي حاب يبني بديل والنهضة على مستوى كل الميادين الحياة الوطنية. يوسف أشيش أضاف أن الجزائر تملك من المؤهلات ما يمكنها من بناء منظومة اقتصادية قوية تسمح بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحسين القدرة الشرائية، وختم بالدعوة إلى المشاركة بقوة في الانتخابات. الجزائر التي لا تقهر، الجزائر الماضية في إعادة بناء المؤسسات من خلال تجربة ديمقراطية وتنموية رائدة في إنعاش الاقتصاد وتضمين الكفاءات الوطنية وتحرير المبادرات والطاقات الشابة، تجربة تحظى بالتنويه على الصعيد العالمي من قبل عدة هيئات أممية ومخابر أبحاث مختصة أجمعت على الاعتراف بالنتائج الإيجابية للإصلاحات، تجربة جعلت صبر قوى الشر ينفذ وباتت أنفسهم تتآكل وهم يشاهدون بروز الجزائر وعلو شأنها في المحافل الدولية. أيدحو. في الوقت الذي يستعد فيه الشعب الجزائري بكل حماس لاختيار رئيس الجمهورية يوم 7 سبتمبر القادم، وفي الوقت الذي يجوب فيه المترشحون البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لتنشيط حملة انتخابية مفتوحة لا تشوبها أدنى شائبة، بدأت قوى الشر تتحرك. وينتظر زارعو اليأس والمنتقمون والمتربصون ومن يدعون إعطاء الدروس وحتى المتنبئون بالمستقبل انهيار الجزائر لدفنها قبل أن يلقوا بآخر حفنة من التراب على نعشها، غير أن الجزائر الثابتة ستبقى صامدة دائما. أما هؤلاء الحثالة المحبطون على رصيف التاريخ فهم كمن ينتظر سرابا، إن صبرهم قد نفذ وباتت أنفسهم تتآكل وهم يشاهدون بروز الجزائر وعلو شأنها، وسيستمر البلد بحزم وشجاعة في المضي قدما غير مكترث بالمناورات التي تستهدف تعثره، كما أن هذه الحيوية الديمقراطية وهذه الديناميكية المذهلة للجزائر كافيتان لإثارة غضب تلك القلوب الحاقدة المصممة على عرقلة رقيها، لكن الجزائر ستبقى دائما واقفة في وجه سيل الكراهية. نعم، إنهم إلى هذه الدرجة غير قادرين على تحمل قيام الجزائر الجديدة المزدهرة والمؤثرة. هل نسوا من أين أتت الجزائر؟ هل يتجاهلون قوة مقاومة وصمود الشعب الجزائري؟ هل يتجاهلون العلاقة القوية بين الجيش وشعبه؟ وبعد حرب بطولية ضد فرنسا الاستعمارية التي مارست الإبادة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، لم تسترجع الجزائر استقلالها فحسب، بل غيرت مجرى تاريخ البشرية. لقد وضعت حدا لأسطورة الجيش الاستعماري الذي لا يقهر، وحطمت جدار المستحيل، وأعطت الأمل في الحرية لجميع الشعوب المضطهدة عبر العالم، حيث استلهمت العديد من الأمم الإفريقية والآسيوية من الثورة الجزائرية لاسترجاع حريتها. هذا الشعب البطولي والصامد قد تمكن دائما من رفع التحديات والخروج سالما من الأزمات المتعددة والخطيرة التي عاشها منذ استقلاله، ففي سنة 1962 كان البلد بعد خروجه من حرب مروعة في حالة نزيف، ركود اقتصادي، بنية تحتية مدمرة، إدارة مهجورة، عائلات محطمة، وأزمة داخلية حادة. كان الشعب يواجه إرهاب منظمة الجيش السري التي كانت تمارس سياسة الأرض المحروقة، أكثر من 400 عملية عسكرية و2300 عملية إرهابية
إرهابية، بما في ذلك عملية إرهابية أودت بحياة ضحايا أبرياء من عمال ميناء الجزائر وطالبي العمل. كانت هذه الهجمات الأخيرة لمنظمة إرهابية نشأت في وكر مستعمر غاشم استخدمت أبشع الأساليب لمحاولة إبادة شعب متمسك بحقه في الحرية. وكأن هذا لم يكن كافيا، إذ كان على الجزائر مواجهة الجيش المغربي الذي أتى متوهما لاسترجاع أراض داخل حدودها وشن هجوما مميتا. ويسجل التاريخ التعبئة الاستثنائية للجيش والشعب الجزائري اللذان قدما للجار المغربي العدواني درسا في الحرب لن ينساه مهما طال الأمد. وفي سنة 1988 تعرضت الجزائر لصدمة أخرى، وهي التي كانت تعاني في ذلك الوقت من أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة. وبعد مرور عاصفة احتجاجات أكتوبر 88 استغلت الجزائر فرصة هذه الأزمة لبدء تحول سياسي مما أدى إلى تفتح ديمقراطي متقدم بنحو 20 سنة عما سمي فيما بعد بالربيع العربي. وبدافع الحسد الذي طال البلاد من هذا الإنجاز الديمقراطي الاستثنائي دفع بالجزائر إلى ظلمات إرهاب لم يشهد العالم مثيلا له. وقاد الجيش والشعب جنبا إلى جنب وبدون مساعدة من أي دولة أخرى حربا بلا هوادة ضد الإرهاب لمدة 10 سنوات دون توقف. وكانت الحصيلة ثقيلة للغاية، حوالي 200,000 ضحية للغدر القاتل وأكثر من 20 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية، دون الحديث عن التداعيات على العائلات المصدومة وصورة البلاد التي شوهت عمدا في العالم. وقدمت الجزائر درسا آخر للعالم الذي واجه فيما بعد ويلات هذا الإرهاب الوحشي. أما فيما يتعلق بالأزمة السياسية الخطيرة التي واجهت الجزائر سنة 2019 فقد كادت أن تودي بها إلى ما لا يحمد عقباه. ولقد أنقذ الحراك الجزائر من كارثة حقيقية كان بإمكانها أن تدمر الدولة. ومرة أخرى كان الشعب وجيشه مدعوين لكتابة صفحة جديدة من تاريخ البلاد. تظاهر ملايين الجزائريين لشهور عدة في الشارع للتعبير عن رفضهم لممارسات العصابة دون أن تراق قطرة دم واحدة، ما شكل سابقة في تاريخ البشرية. شهدت فرنسا خلال نفس الفترة احتجاجات عنيفة للغاية لحركة السترات الصفراء، حيث كشفت حصيلة لمنظمة العفو الدولية عن 2500 جريح ضمن المتظاهرين و1800 آخرين في صفوف قوات الأمن. هو درس آخر في السلمية عنوانه الجزائر التي عاودت النهوض بتنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019. بعد انتخابه رئيسا للجمهورية حرص الرئيس عبد المجيد تبون على إعادة بناء المؤسسات وخاض تجربة ديمقراطية وتنموية رائدة. قاد الرئيس تبون ببراعة مرحلة انتقال سياسي منسجم ومطابق للمبادئ الدستورية والإرادة الشعبية، مع الحرص على إنعاش الاقتصاد من خلال تثمين الكفاءات الوطنية وتحرير المبادرات والطاقات الشابة. وحظيت هذه التجربة بالتنويه على الصعيد العالمي من قبل عدة هيئات أممية ومخابر أبحاث مختصة أجمعت على الاعتراف بالنتائج الإيجابية للإصلاحات التي باشرها الرئيس تبون. عديد هي التحديات التي واجهتها الجزائر، لكنها أظهرت في كل مرة قوة وعزيمة استثنائية لاجتياز العقبات. وها هي تقوم أقوى من أي وقت مضى. وعلى أولئك الذين يسعون لضرب استقرار الجزائر أن يستخلصوا العبرة من كل الأزمات التي تخطتها البلاد، ولمن يتكبدون عناء تدبير المؤامرات لزعزعة الاستقرار وعرقلة إقلاع الجزائر، نسدي لهم نصيحة كلها حكمة. من المجد اتخاذ الجزائر حليفا، لأن الجزائر لطالما أجادت الرد بحزم على أعدائها. وتاريخ الجزائر هو الحجة الدامغة على قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص والوقوف في وجه خصومها. وما تصبو إليه الجزائر هو أن تكون قوة هادئة، والصداقة مع هذه الأمة هي درب للازدهار والاحترام، ومعاداتها في المقابل طريق محفوف بالعقبات وخيبات الأمل، وذلك
لمن يريد أن يعتبر. وراية الجزائر رفعت اليوم عاليا في سماء باريس ضمن فعاليات الألعاب البارالمبية، حيث أهدت نسيمة صيفي أول ميدالية ذهبية للجزائر في تخصص رمي القرص في فئة F57، أول محاولة لها بتسجيل مسافة 35 مترا و55 سنتيمترا، محطمة بذلك رقمها القياسي البارالمبي السابق المقدر ب 33 مترا فاصلة 33 سنتيمترا. والجزائر تمضي بثبات نحو تحقيق نهضة تنموية شملت جميع المناطق ومختلف المجالات عبر مشاريع آتت أكلها وغيرت أمس العزلة بحاضر تنموي. العينة في النشرة من قرى مكيرة بولاية تيزي وزو والتي استفادت من جملة من المشاريع التنموية، مشاريع لاقت استحسان الساكنة، يقول الأخضر كعوانا. هنا ببلدية مكيرة تجسدت الوعود التنمية المحلية وجدت طريقها بجملة المشاريع التنموية التي ساهمت بشكل كبير في تحسين الإطار المعيشي للمواطن. فرسونالك ما شاء الله ترى زمرض تخمد الله راديو ذاقي زمرض تكستغمس ليزاناليز جيحو داشا دونتيس وداش طورسبور داشا نداداصو عسل الحمد لله. تعميم مبدأ الصحة الجوارية من خلال توسيع الهياكل الصحية وتجهيزها بأحدث المعدات، برنامج تنموي وضع حدا لمعاناة تنقل المرضى لعاصمة الولاية طلبا للعلاج. البوليكلينيكا كاينه الى وجديد لابوراتوار ثغون سعيره لابوراتوار لا راديولوجي ثغون داش ثلاث لا الدونتيست ثغزي كلش كل مويان ولاش الفوتاي ولاش لانستيزي ثور الحمد لله الى كلش ثور نسعو بزاف لي ديفيكولتي ما نخدم الدياغنوستيك ثور ذاك كيما ديال صموضين الى قات نشقع نشقع في زيغني فتشقع الدراع ميزان ثور الحمد لله نزمر فنطفون شاقش ذاكي. عجلة التنمية المحلية تواصل مسارها بدائرة تيزي غنيف، مشاريع منتهية وأخرى في طور الإنجاز كهذه المؤسسة التربوية التي استفادت من برنامج توسعة لأقسامها. تين قرايا كين الحمد لله تكون مصاصة مليوري الدعوة نتوالي لو ديفلوبون سوتو لي ديرنيير زاني كي عند الحمد لله كنا نتوالي ديجا لي كولا كين عند توغيزيك زمرا كين غي سال المعنى جوست دي كوردانا ديال سنا دي غرنا دي فغن مي زول الحمد لله لا ريستوراسيون في الله الشونتي بور لاميناجمون ستاد وثاني بورتا يدار انت بورتا سوا لو بي بي سي سوا مسيو لو شاف دارا ذاكي سوا دي لا ولاية سوا دي لا بيوي الحمد لله رانا نغد سرنا أشو ستاوي ستاوي الكان ودو الحاجة وثفنوية لكن قرنا كان ذي قباس. أربع سنوات الأخيرة استفادت بلدية مكيرة على غرار بلدية الوطن من إعانات الدولة في مختلف البرامج، برامج التنمية المحلية أدساك أفسسيال برامج القطاعية، كما تم تهيئة ملاعب جوارية على مستوى قرية إمعاندن وقرية بوحاج. فيه تعليمات صارمة خلتنا أننا نفذنا البرنامج كله على مستوى ولايتنا اللي خلى البرنامج هذا يمس قطاع الصحة يمس قطاع التربية يمس موضوع السكن موضوع الطرقات موضوع الماء موضوع كل ما هو يخلي العيش الرغد للمواطن. كلها مشاريع تنموية تعكس جهود السلطات العمومية ضمن ترقية مسار الحياة اليومية للمواطن. والمرأة الجزائرية شريك مهم في التنمية الاقتصادية بإنشاء شركات خاصة لتشجيع الحرفيات، حيث تجتهد النساء الحرفيات بولاية أدرار في خياطة المآزر والمستلزمات المدرسية وتسويقها بأسعار تنافسية خصوصا مع اقتراب الدخول المدرسي. محمد دامين بوتومية. خلال الساعات الأولى من النهار تزيد الحركة شيئا فشيئا في أرجاء بلدية تيموكتن الواقعة شرقي ولاية أدرار. من أكثر الأنشطة ممارسة في هذه المناطق الصناعة التقليدية من الحياكة والخياطة
ومختلف فنون التشكيل. مؤخرا وبفضل برنامج خاص بدأت النساء الحرفيات بقصر عين بلبال بخياطة المآزر وتشكيل بعض الأدوات المدرسية. احنا دي الجمعيه تاعنا دي قصر بعين بلبال اسم انا وزميلاتي زعما كيما قلت لك رانا نخدموا من مده 95 ولحنا هنايا تي رانا فاتحين عده حوايج رانا نخدموها ما شاء الله. بصح زعما هاد الفتره قلنا نكرسوا حياتنا زعما نخدموا هاد الطابليات وهاد المقلامات وهاد الشيء زعما. ووسط بلديه اضرار كذلك كلفت هؤلاء النسوه بخياطه المآزر والمقلامات. اللي باغيه تشري من عندها المواد الاوليه وتبيع الغرفة تبيع، واللي بغات تشري تديك حتى الغرفة وتخدموا هذيك ثاني هذيك يخلصوها على حساب خدمتها، وكي نبيع ليها انايا نبيع ليه ثاني يشري عليا بواحد السعر انه مليح زعما. وفي اول فرصه عرضت النساء الحرفيات ما انتجنه خلال معرض خاص بالمستلزمات المدرسية. النساء الحرفيات حاضرين بقوة لأنه فرصة للسوق منتوجاتهم. عندنا كذلك توزيع إن شاء الله في إطار دعم الأسرة المنتجة ودعم المرأة المكثفة في البيت، توزيع آلات خياطة وآلات نسيج. ثلاث تظاهرات تجارية خاصة بالأدوات المدرسية ستستمر بعدد من بلديات ولاية أضرار. احنا نقوم بالاقتناء تاع المحافظ، نقوم بفضل العائلات المعوزة إلى غير ذلك، ونقوم بتنظيم الأسواق الجوارية اللي باش تكون فيها أسعار تنافسية، وكذلك نشارك الحرفيات والحرفيين لأن عندنا حرفيات وحرفيين يعني محترفين جدا جدا وراهم في المهنة هذه في أكثر. فالسنة هذه ضخينا حوالي 500 مليون سنتيم يعني من أجل يعني خياطة المآزر بنات وأولاد، يعني حوالي 4000 مئزر زيادة أننا اللي راح نقتنوه. كما يقول لك اليوم اللي عنده ولد ولا جوج ولا ثلاثة لابد كما نقولوا يشوف وين تكون التسعيرة شوية من خافضة على الأقل باش يقدر يمشي في واليوم لما المصارف اللي زعما نقولوا هي المصارف كثيرة على الواحد فهمت إيه. ورانا زرنا وفي الحق شفنا التسعيرة الثانية ما شاء الله. أعطى البرنامج الخاص بالنساء المنتجات الفرصة للحرفيات لضمان تسويق منتوجاتهن، وأعطى كذلك للمواطن والزبائن خيارا لاقتناء عددا من المواد المدرسية بأسعار مقبولة. وبولاية أم البواقي تم افتتاح معارض لبيع اللوازم المدرسية التي عرفت إقبالا على المنتوج المحلي نظرا لجودته وأسعاره التنافسية. محمد زمولي. أزيد من 1,800,000 نسخة من الكتاب المدرسي خصصها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لولاية أم البواقي، ودون ما انتظار غطى مركز التوزيع والنشر البيداغوجي 574 مؤسسة تربوية بذات الولاية مع فتح نقاط بيع. خويا رانا جينا هنا للمعرض، الكتب المدرسية كاملة كاينة معاملة ربي يبارك. رانا جبت طفل هنايا شريت له كتب ربي يبارك ما شاء الله استحفظوا بينا. الجديد تاع هذه السنة اللي هو اللغة الإنجليزية، كتاب طبع اللغة الإنجليزية بنسختيه، نسخة كتابي ونسخة النسخة العادية التي ستوزع مجانا على جميع التلاميذ. كما انطلقت معارض المستلزمات المدرسية عبر كافة الدوائر بأم البواقي، تنوع المنتوج بين محلي وأجنبي سمح للأولياء من اختيار الأجود والمفاضلة بين الأسعار. العرض تاع اليوم الله يبارك سلعة مليحة ومتنوعة، اللي حاب يقدر يخير، اللي عنده حتى الاولاد بزاف يقدر يشري لهم. بري مليح خير من العام اللي فات، السنة ناقص بزاف. العام اللي فات كانت أسعار شوية مرتفعة، السنة هذه راهي لقيناها ناقصة شوية يعني وبارك الله فيهم. مديرية التجارة لولاية أم البواقي نظمت سلسلة معارض تجارية موزعين على مستوى بلديات عين البيضاء أم البواقي وعين مليلة، يعني في هذا الإطار تم تنظيم 4 معارض موزعين على مستوى هذه الدوائر الكبرى بمشاركة ما يقارب 20 متعامل اقتصادي. تراجع الأسعار هذه راجعة للتجار هذو، كاينين حوايج رانا نبيعوا فيهم بأسعار المصنع باش نعاونوا المواطن البسيط. بعض المتعاملين اعتمد طريقة المخالصة الإلكترونية، يكفي تمرير البطاقة الذهبية لتتم العملية التجارية. لا ما يجيب لا نقود، وحنا يسهل علينا العملية تاع انه نبيتيو القطع النقدية، هذه هي الحاجة اللي ساعدتنا. المعارض ونقاط البيع هذه لا زالت مفتوحة إلى ما بعد الدخول المدرسي.
خلفت التقلبات الجوية الأخيرة أضرارا معتبرة على المحاصيل الزراعية بولاية باتنا، أضرار زرع صندوق الجاوي للتعاون الفلاحي للتكفل بها وتعويض الفلاحين المتضررين. يونس لكحل ديب. بعد موسم فلاحي تضرر فيه بعض الفلاحين جراء العوامل المناخية من حرائق وأمطار مست عديد المستثمرات، شرع الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي في تعويض الفلاحين المتضررين. وهذا كل يوم كي تحجرنا جات سمبة عندنا في الليل، والصباح ثاني ولات شركة هذه تاع الاسيورانس راهي قايمة بينا الحمد لله، واليوم أهمي يشربونا لي شاك. في الحصاد طارت جمرة كما نقولوا، حرقت لي الجماعة يطلم جاو كيلو، شافوا جا الخبير جاو، كانوا الصباح كانوا ثم عيطلهم جاوني، شافوا جاوني عيطوا لي قال لي بالك راه فيها تعويض، والحمد لله خويا مولاها يسوري خير وما يخليها هكذاك تروح تضيع. ولتقريب المكاتب الخاصه بالتامينات من الفلاحين ونشرا لثقافه التامين، مقر جديد يدخل حيز الخدمه بدائره تيمغاد بولايه باتنا، حيث نقوم بالتغطيه التامينيه الشامله لكل ما قد يصيب الفلاح لا قدر الله من أضرار كالبرد والفيضانات، وقد لاحظتم معنا تقديم تعويضات عبارة عن صكوك للفلاحين المؤمنين لدينا. إجراءات تأمينية وتعويضية مشجعة لاستمرار عجلة الإنتاج الفلاحي، خاصة وأن باتنا قطب فلاحي واعد في عديد الشعب والمنتجات. هذا وأفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ولايات أسطيف، ميلا، قسنطينة، أم البواقي، باتنا، خنشلة وتبسة ستشهد تساقط أمطار تكون رعدية أحيانا مرفوقة محليا بتساقط حبات البرد بداية من الساعة الثانية زوالا إلى غاية منتصف ليلة اليوم. النشرية والتي وضعت في مستوى يقظة برتقالي ستتراوح كميات الأمطار بالولايات المعنية ما بين 20 و 30 مليمترا. دوليا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة يواصل الكيان الصهيوني حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث استشهد اليوم 9 فلسطينيين بمخيم النصيرات وأصيب آخرون. وفيما يتواصل العدوان الصهيوني على غزة، أسفر العدوان على شمال الضفة الغربية حتى الآن عن استشهاد 21 فلسطينيا وعشرات الجرحى. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيدة. كأنه زلزال ضرب خان يونس، تلك هي الحالة التي رصدناها فور انسحاب جيش الاحتلال من المناطق الشرقية للمدينة. منازل سكنية أصبحت كومة من الركام، أما الطرقات والبنية التحتية كلها جرفت بآلة حرب الاحتلال، والتي قامت بحفر الأراضي وقطع الطرقات وغيرت معالم المنطقة، وبدأ السكان في العودة إلى منازلهم ليتفقدوا ماذا حل بها، وكانت الصدمات تتوالى بعد أن ضاع مأواهم الأخير. نتفقد بيتنا، سمعنا أنه مضروب وفي إغراضنا وحالنا، وجايين فيش فيه ولا إشي، واقع على الأرض، فجايين يعني أي إشي منه نستصلح، أي حاجة يعني نأخذها، أي إشي نأخذ من 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 بقايا دمار بيوتنا. أما هذا القصف الإسرائيلي فهو ليس في غزة، لكنه استهدف الشق الثاني من الوطن، مدينة جنين شمال الضفة الغربية، والتي واصل فيها جيش الاحتلال هجمته العسكرية واغتال بالطائرات 3 شبان، ولا زال يحاصر المستشفيات والطواقم الطبية، وتجوب جرافات الاحتلال في الشوارع والطرقات لتنفيذ عمليات هدم في المدينة. أعتقد هذا شيء خطير يحدث لنا كشعب فلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أصبح لا يفرق بين أحد ويمعن في القتل والتدمير والتشريد. ومن جنين إلى طولكرم التي انسحبت منها آليات الاحتلال وخلفت دمارا واسعا، ولم يختلف مشهد الخراب عما يجري في غزة، فلم يبقى شوارع ولا طرقات، وهدمت مئات المنازل السكنية في محاولة من الاحتلال لإغراق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ببحر من الركام لتنفيذ مخططاته التصفوية وتهجير الشعب الفلسطيني. أول ما أجوا دمروا هذا البيت وخشوا على الدار اللي ورانا وخشوا على الدار هذه، وكان هين في أسوار وكان في شارع هين كله دمروه.
فطائرات الاحتلال لا تفرق بين الفلسطينيين في شطري الوطن بالضفة الغربية أو قطاع غزة، والجميع هنا في دائرة الاستهداف، ما يتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني للتصدي للعدوان الإسرائيلي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. عودة إلى أخبار الوطن، وتحضيراً لموسم السياحة الحموية خلال فصل الشتاء المقبل، ستتدعم الحاضرة الفندقية لولاية جلمة بفندق مرمورة الذي خضع لعملية ترميم وصيانة ليستوعب 146 سريراً تضاف إلى المؤهلات الطبيعية والمرافق السياحية الجاهزة لاستقبال السياح، يقول زكريا تهامي. في الأمس القريب كان المواطن الجلمي في هذا الفصل يتنقل إلى المناطق الساحلية باعتبارها الوجهة الوحيدة للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة. أما اليوم فالخيارات وبإقليم الولاية كثيرة ولا تقتصر على السياحة الحموية. كانت جلمة مختصرة على الحمامات، دركا باش دير قرية سياحية بهذا المعايير، تسمى هذه حاجة تفرحنا بزاف بزاف بزاف. شفت الولاد كيف فرحانين، لي فامي، هذه حاجة تشرفني وتزيد في الولاية. نعتبروا أنه فرحة في ولاية جلمة، عندنا وين على الأقل نروحوا متنزهون أماكن الاستجمام عائلية بدرجة أولى. هنايا جيت على نهاراني في 3 أيام وما زلت ناوية نقعد. حتى نظام تربية الحمد لله. ولات حمام دباغ، تسمى عادوا يقدروا يجيوها السياح من الجزائر كاملة في الربيع وفي الصيف، يعني ومام ببريل يقدر أي إنسان يقدر يجي يعقب نهار نهارين 3 أيام الحمد لله. وبسواعد جزائرية تمت إعادة التهيئة والتجهيز لفندق مرمورة أهم الواجهات السياحية للولاية، إذ تمت مراعاة الجانب الجمالي وعصرنة الخدمات. المقاييس اللي عملنا بها لهنا تضاهي المقاييس المعمول بها في العالم بالنسبة للقطاع الفندق. هذا إن شاء الله راح يكون فندق ذكي اللي راح يخلي المجتمع والزبون اللي يكون في راحة تامة. أحصينا مؤخرا 17 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب 2075 سرير، والتي ستتدعم بدخول مؤسستين فندقيتين خلال هذا الموسم. كذلك بادرت هذه المؤسسات الفندقية وبالتنسيق مع المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية تقديم عروض ترويجية. المناخ الاستثماري الجيد وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين ساهم وبشكل كبير في ارتقاء القطاع السياحي بولاية جلمة التي أصبحت اليوم قبلة سياحية بامتياز. ونختم النشرة من أحدية الوجهات الساحلية المفضلة للعائلات، شاطئ قرصو بولاية جماله الذهبية استهوت عشاق البحر والباحثين عن الراحة. نسرين دحمانة. بين زرقة البحر والرمال الذهبية وعلى ضفاف شاطئ قرصو تفضل العائلات الاستمتاع بعطلتها. شاطئ يستقطب الزوار من كل مناطق الوطن. جينا من ولاية بويرة بالضبط لهنا البومرداس القرصو، يعني ما شاء الله روعة، يعني حاجه تاع الريسبي وبيان. جبنا الدراري لهنا راهم يلعبوا، كاين بلايص وين يلعبوا مليح، ماهوش غاسي تقدي تعومي، الاولاد يقدروا يعوموا بيان الحمد لله. جينا من بوغارا، جينا على جال بلاصه حرميه هنايا، بلاصه شابه هنايا الحمد لله يا ربي، كل عام نجي لهنايا. انا خلي صوالحي انا ماكش يدنا اليوم. سكيورتي ما شاء الله، تنظيم ما شاء الله، نقى سورتو الحاجه اللي عجبتنا فيها بلاصه لا بلاج نقى ما شاء الله، والله يبارك. واش نقول لك، بلدة قرصو ما شاء الله. ان ترى الابتسامه والبهجه على محيا ابنائك هي قمه السعاده. حميد، ماريا، براءه صنعت هذه الاجواء فاضفوا للمكان قيمه جماليه وفنيه. جيت من ولايه قسنطينه، جيت باش نتبحر وعجبني الحال في هذا البحر والشمس. جيت من ولايه المديه البحر تاع قرصو باش نستمتع بالعطلة الصيفية قبل ما ندخل للمدرسة. جيت لنا عمت، لعبت برمل، سبحت، لعبت فرمل، درت كلش، عجبني الحال. أنا جيت من بشار، جيت هنايا نسترزق، نخدم لابوي، نخدم على فامي. شاطئ عائلي 100%، بلاصة ما شاء الله، عندنا الله يبارك غابة
كبيره تاع لي فامي ونيجي ريحو. عندنا لابلاجاك تشوفي واسع اللي تاع الله يبارك فهمه نظافه ناظف الله يبارك ما شاء الله. عندنا لي روشي من الطرف اللي من هيك. مرحبا بلي فامي راهم يجيو عندنا من كل ولايه. المتأمل لسحر وجمال شواطئ بومرداس يجد نفسه محتارا أي الشواطئ يختار، فهي شواطئ ساحرة وما زادها جمالا كرم سكانها. تذكرون الآن بأبرز ما ورد في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. الجزائر التي لا تقهر عنوان عريض لمسار الإصلاح الشامل للجزائر الجديدة، بقوة هادئة تقف صامدة في وجه المحبطين من قوى الشر وزارعي اليأس. في اليوم 17 من الحملة الانتخابية تجمعات شعبية ولقاءات جوارية متواصلة عبر الوطن لعرض برامج المترشحين وكسب ثقة الناخبين. وتابعنا من أضرار تجارب ناجحة في إنتاج المستلزمات المدرسية في استثمارات للأسر المنتجة. وبأم البواقي إتمام عملية توزيع الكتب المدرسية تحسبا للدخول المدرسي المقبل. وجهة جالما السياحية تتعزز بدخول فندق مرمورة حيز الخدمة قريبا. وشاطئ قرصو ببومرداس مقصد العائلات في موسم الاصطياف. نسمة صيفي تهدي الجزائر أول ميدالية ذهبية في الألعاب البارالمبية بباريس وتحطم الرقم القياسي البارالمبي في اختصاص رمي القرص سيدات. شكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.